أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الرياضي. نحييكم بأجمل وأطيب التحية ومع حلقة جديدة من البرنامج الرياضي الشوط الثالث الذي نبثه لكم عبر قناة هلا الفضائية، والتي سنسلط الضوء فيها على تأهل فريق فلفل كفر قاسم إلى المرحلة القادمة من بطولة الشواطئ بكرة القدم، وآخر الأخبار بالدرجة العليا والممتازة والإنجاز الكبير الذي يحققه الشاب النصراوي فراس الزيداني الذي نستضيفه بعد قليل في استوديوهات قناة هلا. ونبدأ وإياكم مع عناوين حلقة اليوم. اللاعب محمد غدير يوقع في صفوف فريق بني يهودا تل أبيب لسنتين. فلفل كفر قاسم يفوز على فريق أبو عيل أشكلون 6-5 بالركلات الترجيحية وينتقل إلى المرحلة القادمة من التصفيات. مكابي إخاء الناصرة يستعد للموسم الرياضي. الوشيك وأحمد الحلو سيحدثنا عن آخر الأخبار من مدينة الناصرة. نادي صهيب كفر قاسم يفوز 1-0 على فريق أبو عيل أم الفحم في مباراة ودية. منتخب البرازيل لكرة الشاطئ يسحق منتخب إسرائيل 6-1. وعامر يتيم لاعب المنتخب الإسرائيلي يقول لبرنامج الشوط الثالث: نبحث عن اكتساب الخبرة والتجربة. ومن العناوين أعزائي المشاهدين، وفي البداية يسعدني أن أرحب بضيفي حلقة اليوم. أولا بالرياضي الشاب النصراوي فراس الزيداني، وأيضا اللاعب محمد عبد الخالق. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير، شرفتونا في الاستوديو. أهلا وسهلا. أولا نبدأ مع الملاكم واللاعب والرياضي والحاصل الجديد على اللقب والشهادة، سنتحدث عن هذه المجموعة مع الرياضي فراس الزيداني. مساء الخير. مساء النور، أهلا فيك. أولا لو تعرفنا للمشاهدين، من هو فراس زيداني؟ أول شيء نشكر كل جميع. فراس زيداني هو ملاكم نصراوي حاصل على العديد من الألقاب من المحلية والعالمية، وطبعا عديد من الإنجازات منها. حاليا أنا مقيم طبعا في مدينة أوكرانيا. أنا بمارس هناك طبعا الملاكمة مع فريق مدينة خاركوف، وحبيت كمان أكمل طبعا مسيرتي الرياضية وتكون طبعا جزء منها تابع لمجال في مجال التعليمي. نعم، ننتقل إلى اللاعب محمد عبد الخالق. ووفق المعلومات التي استقيناها والتحقيقات التي قمنا بها، فأنت خريج المدرب القدير اللاعب القدير أيضا زاهي أرملي. من هو محمد عبد الخالق؟ محمد عبد الخالق لعب في فريق يافة الناصرة لمدة 6 سنوات. بلشت مع المدرب زاهي أرملي، كنت تحت تدريبه تحت إشرافه، يعني مدرب كتير قدير. أنا كتير مدين له يعني بشكر كبير إنه دربني يعني، وأنا كتير بفتخر بهذا الشيء. ودربت تحت إشراف المدرب فارس مجلي برضو، هذا كمان أنا مدين له بالشكر. نعم، وأيضا أنت يعني في الوقت الحالي أيضا تكتسب التدريبات من المدرب والرياضي فراس زيداني، نسيته؟ أكيد. وهذا مدرب الجديد يعني طبعا صديقي، غير انه مدرب كمان هو صديق لي، وانا ماخذه كقدوه طبعا لي، واكيد يعني لقدام راح نعمل شغل كثير كبير انا وياه. يعني نعود الى فراس الزيداني. اولا اخ فراس، يعني كيفما تحدثت انت تسكن في اوكرانيا. نعم، اولا انت بدات الملاكمه كهوايه، وايضا اليوم انت تحصل على شهاده في هذا المجال. اولا لو تحدثنا عن الهوايه، كيف بدات هوايتك في هذا المجال وطورتها، واليوم انت حاصل على شهاده في هذا المجال من اوكرانيا، لو تحدثنا عن هذا الانجاز. طبعا يعني الهوايه هي عباره عن ميزه مميزه في البني ادم، مختلفه عن البني ادم الطبيعي، وهي طبعا نسبتها ضئيله جدا، هي عباره 1% يعني عن بني ادم اللي هو عادي. الموهبة هي عبارة عن طاقة وفن وإتقان الحركات، أو في مشكل عام في مجالي أنا الملاكمة إتقان الفن.
طبعا الموهبه هي تكتسبها يعني من جيل كثير صغير، طبعا اكتشاف برضه الاهل لهم دور كثير كبير انه يكتشفوا في اطفالهم الموهبه ويدعموها طبعا ماديا واعلاميا ومحليا طبعا، ويعني الاساس. نعم، ما دامك تحدثت عن الدعم، يعني هذا المجال الملاكمه يعني نحن في الوسط العربي نفتقر، وايضا الدعم، يعني لماذا خرجت الى اوكرانيا؟ أوكرانيا طبعاً أنا حصلت على بطل البلاد طبعاً هون 8 مرات طبعاً، وهذه يعني المرحلة خلص خلصت إحنا، فجتني فرصة يعني من 2013 إني أسافر وألعب مع فريق في مدينة خاركوف، وبنفس الوقت يعني أكملت دراستي هناك، فحبيت يكون طبعاً يعني ما أخسرش ولا دراستي ولا أخسر يعني الموهبة تبعتي، طبعاً كرست حياتي كلها على الرياضة. أوكرانيا هي من أحسن البلاد، ويعني التكنيك فيها العالي جداً بالنسبه هي بالذات المدينه اللي انا الفريق اللي انا بلعب فيه مدينه خاركوف هو فريق يعني عظيم وعريق، واوكرانيا طبعا يعني معروفه في الانجازات الاولمبيه في عده مجالات في كل ليس فقط يعني في الملاكمه. نعم، وبالنسبه لمشاركتك حصلت على كثير من البطولات والمراتب الاولى والمشرفه محليا وايضا عالميا، لو تحدثنا عن هذه المشاركه. طبعا انا حصلت على عده من البطولات منها المحليه، البطولات منها برضه في خارج البلاد في اوروبا والعديد، وشاركت منها اهمها من بطوله اوروبا في هنغاريا وبطوله العالم بال 2009 في المكسيك في مدينه غوادالاهارا. طبعا اكتسبت كثير خبره، اجتني فرص طبعا عديده بعد مجهود الشخصي، لانه في مسير الرياضيه طبعا احنا هي لعبه اكثر فرديه مش مثل لعب كره القدم، والعديد هي لعبه فرديه بحاجه لطاقه بحاجه لدعم ومبادره و يعني طريق طويل كثير، ف يعني في كثير نقاط انا بحب دائما اركز عليها، انه هو الدعم واحد، هو الدعم المادي والدعم الاعلامي هو ده اساس في نجاح الرياضي. ونتأمل يعني أنه رسالتي تكون واضحة لجميع المشاهدين أنه الدعم هذا هو أساس نجاح كله، ويكون في أضواء أكثر على الرياضيين اللي عم بيجيبوا نتائج منها محلية وعالمية ويعني مش موجودين على الشاشة بتاتا، يعني لازم يكون في بحث أكثر أنه ندور على هاي الشباب اللي هي بحاجة لدعم، لأنه هذا أكثر 50% يعني دعم معنوي، يعني هذا الأساس. إيش المقصود يعني، يعني ما هي العلاقة ما بين الشهادة التي حصلت عليها في شهادة علم النفس، ما العلاقة ما بين هذا العالم من الرياضة الملاكمة وعلم النفس؟ هل هنالك علاقة ما بين الأمرين؟ طبعا الرياضة هي شيء أداب وأخلاق وكلها صفات حميدة طبعا، يعني شهادتي هي وانا اختصاصي اكثر في عالم النفس في مجال الرياضه، واختصاصي في الملاكم وعالم الحركي. عالم الحركي وعالم كبير كثير بحاجه، هو دقيق جدا، لانه الرياضه بشكل عام كلها هي متعلقه على الحركه، ان كان في مجال كره القدم ان كان في الملاكم او في كل الرياضه. الحركه هي اساس، وطبعا الموضوع كثير كبير. شهادتي هي يعني اتامل انه نشتغل عليها يعني في مجتمعاتنا. نعم أخي فراس، نبقى في مدينة الناصرة، ومن الأستوديو من الضيوف من مدينة الناصرة ننتقل الآن إلى مدينة الناصرة في بتن حي ومباشر، حيث ينتظرون السيد أحمد الحلو مسؤول ملف الرياضة في بلدية الناصرة. السيد أحمد مساء الخير. مساء الخير لكم بالأستوديو ولجميع المشاهدين. يعني ما شاء الله اليوم حلقتنا هي النصراوية، موجود بالأستوديو معنا هنا الملاكم ابن مدينة الناصرة فراس زيداني وأيضا اللاعب محمد عبد الخالق. أولا ماذا تقول للملاكم في هذه الفرصة؟ احنا نصراوية مهم جدا نجيب إنجازات قديش بنقدر، الله يوفقهن ويوصلهن لأكبر إنجاز، لانه احنا دائما حتى بالملاكمه بالناصر مش بس بكره القدم في عندنا انجازات، ونتمنى للشباب انه ينجح ويتوفق ان شاء الله رب العالمين. سيد احمد، يعني بلا شك بان مهما كانت الاسباب والمسببات اضافه الى الانجازات النصراويه، دائما نراك مبتسما مع هذه الابتسامه مهما كانت الظروف مهما كانت المناسبات، فكل الاحترام لك. حدثنا عن آخر الأخبار في فريق مكابي خاء النصرة، الذي يعتبر أيضا ليس فقط لمدينة النصرة وإنما للوسط العربي. الأخاء بلش من بداية الأسبوع يتدرب مع المدرب الجديد قديم تالبانين، والكل بيعرف دائما أخاء الناصري متعود أنه يفتح الموسم مع هدوء تام، مع عدد كبير من اللاعبين تحت اتفاقيات من موسم الماضي واللي قبله،
يعني كادر أخاء الناصري ما يقارب 15-16 لاعب هن موجودين. المدرب الحالي تلبنين ببحث عن 3 أو 4 وظائف إلا عشان يكون الفريق متكامل لخوض مباريات الدوري. أكيد سيد أحمد كنت تتذكر قبل 10 سنوات عندما كنا نلتقي في الملاعب في الجنوب في بئر السبع وفي أشكلون وأيضا في الشمال والجنوب من خلال الحضور الكبير لفريق مكابي إخاء الناصرة، وهذا العام في الدوري الممتاز سيكون عام خاص ومميز مع الكثير من الفرق العربية، أيضا هبوط فريق سخنين، أم الفحم، أبناء اللد، كفر قاسم، وأنت سلطة وجلت ولك خبرة دكتوراه حتى في الدرجة الممتازة، كيف كنت تقيم واقع الفرق هذا الموسم؟ أنا بفكر أول شيء لازم نسمي الدوري هو عام، هذا العام عام الديربي، هذا عام الديربي أغلبها فرق العربية، وإحنا هنا بالشمال أخاء الناصر بنتظروا كمان، نصرات عليت أو نوفا قليل بنتظروا كمان، العفولي، وهي كلها مباريات مهمة غير الفرق العربية، فهذا الإشي بشجع وبحمس وبشجع اللاعبين على كل واحد يقدر قديش أكتر ينطي من لياقته البدنية المنيحة بكرة القدم عشان يفرجي حاله بهاي المباريات ويقدر ينطي عرض منيح. والأخاء الناصري معروف إنه دائما فرق الدرجة العليا بتطلع على أخاء الناصري وبتحاول تضم في نهاية الموسم لاعبين من أخاء الناصري، فمشان هيك عنا دائما لاعبين صغار السن بتنتظر كلهن مواهب، بنتظرهن فرص كبيرة، وهذا الإشي اللي بنعتمد عليه إحنا والمدرب كإدارة ومع المدرب تلبنين. الكل تحدث في نهاية الموسم الفائت لو أن أخاء الناصر قدم الأداء والنتائج كيفما كان في نهاية الموسم، مع بداية الموسم لكان ما بين الفرق القمة أو على الأقل تنافس في القسم العلوي، هل فريق مكابي أخاء الناصر سيبدأ الموسم كيفما أنهاه في الموسم الفائت؟ هذا اللي مطلوب من المدرب تلبنين واللي بيشوفه بيشتغل بالتدريبات مع اللاعبين، بيشتغلوا بتدريبات شاقة جدا عشان يفتحوا الدوري بلياقة بدنية عالية ويقدروا يحصدوا نقاط قديش أكثر في بداية الدوري اللي يدفش الفريق على البلاي أوف العلوي، لأنه أخاء الناصري بالموسم الماضي ما لعب بالبلاي أوف العلوي، ولكن قبل المواسم الأخيرة الخمسة ستة الأخرانيات كان يلعب بالبلاي أوف العلوي، فأخاء الناصري عشان يقدر ينافس في القمة لازم يكون بالبلاي أوف العلوي بالأول وبعدين يبحث عن واحد من المراتب الأولى أو الثانية. أفهم من قولك بأن فريق مكابي أخاء الناصر سينافس في القمة من أجل الصعود؟ بطريقة نتسيونا، يعني نتسيونا ما نافس وصعد، إحنا كمان مرة مش الهدف الأول هو المنافسة على الصعود، ولكن بدور الدرجة الممتازة كل فريق بيقدر يلعب ويؤدي أداء جيد ويحصل على 3-4 انتصارات متتالية في البلاي أوف العلوي وينافس بقوة على المرتبة الأولى والثانية، هذا اللي صار مع نتسيونا وهذا اللي صار مع الناصر العليا، شفناهن إنه هدول ضعفوا وهدول قوي فبدلوهن وصعدوا محلهن على الدرجة العليا، فمنشان هيك بدور الدرجة الممتازة كل فريق بيقدر يكون مهيئ للصعود وكل فريق بيكون عليه خطر الهبوط إذا بيستهتر شوي صغيرة في مباراة الدرجة الممتازة. وكلمة أخيرة، كونك مثل ما أشرت بأنك مخضرم ولك خبرتك في الدوري الممتاز، كلمة تقدمها للإدارات للاعبين للجمهور العربي الذي سيكون حاضرا وبقوة في الدوري الممتاز مقارنة مع سنين الفائتة، أهم شيء ماذا تقول للجمهور العربي الذي سيزين المدرجات في الدوري الممتاز هذا الموسم؟ ارجعوا على المدرجات، اشتكنا للشتائم تبعتكم. احنا بنحييك السيد أحمد الحلو مسؤول ملف الرياضة في بلدية الناصرة، شكرا لك، وبالطبع نتمنى للفريق النصراوي وفريق الجماهير العربية مكابي أخاء الناصرة أن ينجح مع الموسم القريب، شكرا لك. شكرا لكم. إذا ألف تحية للسيد أحمد الحلو كنصراوي، شو رأيك على ما صرح فيه سيكون فريق مكابي أخاء الناصرة في القمة؟ طبعا نتمنى للجميع النجاح وطبعا لكل الرياضيين في مجال كرة القدم وكل الرياضة، طبعا هو فريق أخاء الناصري فريق عريق قديم جدا وأنا أفتخر فيه كمن مدينة الناصر، نتمنى النجاح طبعا. وكرياضي سيد محمد عبد الخالق كيف كنت ترى فريق مكابي أخاء الناصر هذا الموسم؟
كان ممكن انه يعمل اشي، بس يعني لو كان في شوية يعني جدية من اللاعبين، من المدرب، من الإدارة طبعا، من الجمهور كمان، دعم من البلدية، من كل النواحي. كمان فريق أخي الناصري كمان طلع كتير لعيبة مثل مونس دبور، مثل كتير لعيبة كتير يعني طلعوا من أخي الناصري ووصلوا القمة تقريبا يعني. وحسب رأيك كابن مدينة الناصرة كرياضي كمشجع، ألا يحن الوقت بأن يصعد فريق مكابي خان النصر أو يعود لدوري الدرجة العليا؟ حان الوقت، أنا أظن هذا الشيء يعني، لأنه صار له الشيء كتير وقت يعني، فحان الوقت لهذا الشيء يعني. وأنا بتمنى أنه هاي السنة يكون في تغيير في هذا الفريق يعني، بتمنى. ألف شكر. طبعا فريق بلدي. المشاهدين نخرج إلى فاصل ونعود ونواصل برنامج الشوط الثالث. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونعود الى ضيفينا على وهما فراس زيداني واللاعب محمد عبد الخالق. اولا فراس، لو تحدثنا عن هنالك يعني الكثير نرى في السنوات الفائته بطولات ومسابقات في كل بلده، ملاكمين ومدربين، حسب رايي يعني وحسب المعلومات التي حصلنا عليها هنالك مؤهلين، مدربين مؤهلين، وهنالك غير مهنيين، لو تحدثنا عن هذا المجال، وايضا يعني اين المراقبه في مثل هذه المسؤوليه؟ هنالك الحديث يدور عن اطفال، عن شباب بحاجه الى تدريب مهني، هنالك من يتحدث بان هنالك الكثير من المدربين الغير مهنيين حتى من ناحيه مسؤوليه. طبعا هذا شيء كثير اساسي، لانه احنا اطفالنا احنا بحاجه لها يعني تتمرن وتصل لمراحل عالميه بطريقه صحيحه وعلميه. احنا نفتقد الثقافه الرياضيه، وهذا اساس يعني. في كثير العديد يعني من المدربين والعديد من الملاكمين طبعا اللي هن ليس بحوزاتهم يعني شهاده لانه يكونوا مدربين او هائلين يعني، فبس من الخبره والتعليم، لكن بالذات لعبة الملاكمة لعبة قاسية ولعبة دقيقة جدا وبحاجة إلى تكنيك عالي يعني. نتأمل إنه الأشخاص اللي هي بتكون مسؤولة عن هذا الجيل الصاعد تكون لها شهادات مهنية ويعني تكون بطريق الصح، لأنه هذا شيء خطير جدا يعني. نتحول أعزائي المشاهدين من الملاكمة إلى كرة القدم، كيفما كشفت قناة هلال الفضائية في الأسبوع الفائت عن اتصالات متقدمة ما بين اللاعب محمد غدير وفريق ابن يهودة الأبيب، فقد انضم المهاجم القناص محمد غدير لصفوف فريق ابن يهودة الأبيب بشكل نهائي ورسمي بعد أن وقع على اتفاقية الانضمام لمدة سنتين. وفي أول تصريح له قال اللاعب محمد غدير: كم هو رائع أن أنضم لنادي عريق كنادي ابن يهودة تل أبيب، كل أمل أن نعمل سوية من أجل تقدم الفريق، وأنا جدا مشتاق للقاء الجمهور البرتقالي لفريق ابن يهودة تل أبيب. وإلى كرة الشواطئ، انتقل فريق فلفلة كفر قاسم متصدر المجموعة الثانية في بطولة الشواطئ 2019 المقامة على شاطئ بوليغ في مدينة نتانيا، وذلك بعد فوزه الصعب بالركلات الترجيحية 6-5 على فريق هابوعيل أشكلون بعد أن انتهت المباراة بالنتيجة 4-4 في مباراة قمة جمعت الفريقين مساء يوم الجمعة الفائت. وبهذا الفوز ينفرد فريق فلفلة كفر قاسم بصدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة ليحقق 4 انتصارات ليتأهل إلى المرحلة القادمة من التصفيات ليستمر في حلمه لنيل لقب بطل البطولة. لنشاهد ما قاله لاعبي فريق فلفلة كفر قاسم نور وأحمد الصرصور بعد الفوز الصعب على هابوعيل أشكلون. صرصور لاعب فريق فلفلة، سجلت الركلة الأخيرة ومنحت فريقك فوز أحلى من العسل. الحمد لله رب العالمين إنه غلبنا اليوم، كانت مباراة صعبة جدا جدا ضد فريق اللي من بداية السنة هذه هي أول خسارة له، والحمد لله إنه كانت على يد فريق فلفلة كفر قاسم. و
وانتم تاخرتوا عده مرات في المباراه واستطعتوا ان تعادلوا النتيجه، اي رساله تقدمونها للفرق الاخرى؟ الصراحه في الدور بالتدريبات مأمون بيشتغل معنا بصوره جديه ومهنيه كبيره اللي بتخلينا انه ولا مره ما حسينا انه لو الفريق اللي قبالنا تقدم علينا بهدف وبهدفين زي ما شفنا اليوم انه خلص نفتر عن المباراه هذه، والحمد لله انه اليوم رجعنا مرتين بعد تاخر هدفين. واحنا بنشكرك ودائما نتمنى لك التوفيق ولفريق الفرق. شكرا حبيبي، شكرا لك. نور صرصور فوز دراماتيكي بالركلات الترجيعيه، مباراه كبيره اثبتتم انكم الى الطريق نحو اللقب. اخي ابراهيم هذا عملنا من اول سنه انه من خيبش ظن الوسط العربي وكفر قاسم، هدفنا رجع اللقب لكفر قاسم الوسط العربي، بس زي ما انتم شايفين من سنه لسنه بيكون لنا اصعب في المباريات، الفرق بتتكون، الفرق بتيجي تلعب دي طاقه اكثر من كفر قاسم، وهذا شيء طبيعي، ونتامل انه نحافظ على المستوى لاخر الموسم. كيف كنت تقيم مستوى المباريات حتى الان؟ اليوم راينا مباراه نهائيه. المستوى كثير عالي أخي، من مباراة لمباراة المستوى بيطلع بيصير أقوى، الفرق بتتعلم كفر قاسم وبتعرف لعيبتها أكثر، وهذا الإشي بصعب علينا، بس إن شاء الله بالآخر الهدف هو نرجع الكأس لكفر قاسم الوسط العربي، وإن شاء الله إحنا في الطريق. نور صرصور حدثنا بعد تأهل فريق فلفل كفر قاسم إلى المرحلة القادمة من التصفيات. وأخي فراس زيداني، هذا الإنجاز لفريق فلفلة يؤكد بأن الوسط العربي لديه الكثير من الطاقات، وهنا أشير بأن فريق فلفلة كفر قاسم يحظى بدعم مادي ومعنوي من رجال أعمال وأيضا جمهور. حسب رأيك أخي فراس، يعني لمثل هذا الدعم كيف يمكن أن يؤثر على اللاعبين وعلى الجمهور وأيضا على إنجازات أي لاعب أو أي فريق؟ طبعا يعني في مجال، في كل مجالات الرياضة، هي الدعم المادي هو شيء أساسي، لأنه بصل لمرحلة في مرحلة الاحتراف هي بحاجة دائما يعني دعم مادي عشان الشخص يقدر يكمل ويقدر للمراتب اللي بحاجة لها. شخصيا أنا بعد يعني كل الفترة الطويلة أنا مركت فيها في صعوبات في طريق في مجالي في الملاكمة، برضو كان عندي كتير صعوبات منها شغلات هي المادية، يعني الاشياء يعني كلها الشغلات الماديه اساس كبير في حياه الرياضي. يعني اللاعب محمد عبد الخالق، ماذا كنت تقول على هذا الانجاز لفريق فلفل كفر قاسم الذي يفتش عن نيل اللقب بعد سنتين غاب عن هذا الفريق بعد ان فاز باللقب 4 سنوات متتاليه؟ انجاز كثير منيح، يعني حلو انك تشوف هيك فرق ان قاعده تتقدم وعم تعمل هاي الانجازات، كثير منيحه انت، يعني هذا الاشي بعطيك حافز انك انت كمان تصير تتقدم زين، يعني نفس الشيء بعطي حافز ل يعني برضه للاعيبه الفوتبول اللي هن بيلعبوا على ارض العشب، يعني مش كمان برضه على. وننتقل الان اعزائي المشاهدين الى مدينه سخنين، حيث ينتظرنا السيد منذر خليل المتحدث باسم فريق اتحاد ابناء سخلين. اولا سيد منذر، مساء الخير. اهلا بك، مساء الخير اخ ابراهيم. لو تحدثنا اولا، ماذا تقول لمحمد غدير الذي لعب في صفوفكم وقدم الكثير للفريق بعد انتقاله لفريق بنيودة تل ابيب؟ اتمنى التوفيق لمحمد غدير، حبينا يكون رفيق لنا بالعوده للدرجه العليا، ولكن هذا اختياره، مثل ما نتمنى لكل لاعب عربي التوفيق نتمنى لمحمد كمان التوفيق. نعم أخ منذر، يعني حدثنا في حلقات ولقاءات سابقة بأن فريق اتحاد أبناء سخنين عائد للدوري العلوي، وأيضا الآن قلت بأن فريق أبناء سخنين كنت يعني حابب أن يكون معكم اللاعب محمد غدير، ثقة كبيرة في الفريق السخنيني للعودة إلى مستوى الدرجة العليا، من أين هذه الثقة الكبيرة والمعنويات العالية؟ أول شيء الإرادة، قبل الثقة، ثقة نحكي عن الإرادة، الثقة دائما موجودة، وفي الماضي صرحنا قلنا كان في هبوط في مستوى المهني وهبوط لدرجة أقل، ولكن ولا مرة كان في هبوط ولا مرة انسنت أو انكسرت معنويات حدا من السخنيين، سواء كان إدارة أو جمهور أو أغلب
اللاعبين. فبعد هذه المعنويات تأتي يأتي العمل. أغلب الكادر باقي في اتحاد ابن سخنين، فراس مغربي، بدون من نمر على الأسماء، الكادر الباقي هو كادر جيد. أحضرنا مهاجم على مستوى جيد من الدرجة الممتازة، موتي ملكا. نحن بحاجة إلى مدافع، هنالك لاعبين أجانب سوف يحضرون لمعسكر التدريبات لإجراء اختبارات في وظيفة الدفاع. وإذا كان هنالك تعزيز آخر لن نتسرع، تعلمنا من الماضي كثير، ودائما قلنا الإخفاقات بتكون تعطيك تكون حكيم أكثر، والنجاح بتعطيك السعادة. يعني ما حلفنا الحظ نكون سعداء، ولكن ربما كنا أكثر حكماء من هذه التجربة القاسية. اتحاد ابناء سخنين معنوياته ما زالت مرتفعة، نقيم ونقدر كل لاعب قال إنه أنا بضل مع اتحاد ابناء سخنين، إذا اتحاد ابناء سخنين بده إياه طبعا. نعم، بضل مع اتحاد ابناء سخنين وأعود مع اتحاد ابناء سخنين بالدرجة العليا. نقيم هؤلاء اللاعبين والجمهور، بحاجة إحنا للجمهور، رح نتكاتف مع الجمهور، نتعاضد مع الجمهور، رح نخلق أكثر جو تفاهم بينه وبين جمهور اتحاد ابناء سخنين، لأنه الحمد لله جمهور مش محلي، هو جمهور عريض من كل الوسط العربي. هذا هو عم نعمل بكل ما وسعنا لكي نعود بأسرع وقت ممكن للدرجة العليا. يشرفنا أن نلعب هذا الموسم مع أشقائنا، مع إخوتنا من الفرق من الوسط العربي، 4 فرق. نوعد الجميع، وأنا متأكد عند باقي الفرق نفس الوعد ونفس التصريح ونفس مستوى الكلام، أنه رح نخلق أجواء رياضية إيجابية مع بعض، رح نعزز الأخوة والصداقة مع جميع الفرق. الجمهور أنا متأكد عنده نفس الرسالة، وإن شاء الله اللي بنجح وبرجع الدار العليا رح نبارك له جميعا ورح يمثلنا جميعا. السيد منذر خلايلي، بكل تواضع واحترام، تحدثت بشكل عام وبشكل موجز وأصبت بكل الأهداف، شكرا لك، حدثتنا من مدينة سخنين، وبالطبع نتمنى لكم التوفيق. شكرا للسيد منذر خلايلي. نبقى في دوري الدرجة الممتازة وضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد في الدوري الممتاز. التقى فريق النادي الرياضي صهيب كفر قاسم صباح يوم الجمعة الفائت بفريق أبو عين أم الفحم على ملعب أبو خميس البلدي في مدينة كفر قاسم، وذلك في أول مشاركة رسمية للفريقين بالدوري الممتاز. هذا وفاز فريق صهيب كفر قاسم بالمباراة من هدف سجله اللاعب عيدان بن دافيد في الربع ساعة الأولى من المباراة، والتي انتهت بفوز قاسموي بالرغم من الأداء المتقارب ما بين الفريقين اللذين قدما أداء رائعا على الرغم من أن المباراة تعتبر الأولى لهم هذا الموسم. وعلم مراسل قناة هلا الفضائية أن الفريقين سيخوضان مجموعة من المباريات الودية خلال الفترة القريبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الرياضي القريب الذي ينطلق الشهر القادم. تعالوا بنا أعزائي المشاهدين لنشاهد ما قاله شمعون هداري مدرب فريق أبو عيل أم الفحم. شمعون هداري ما من أم الفحم ترشموش الخامي مسحة كريشون ما سحكنين ما يقولت קודם כל לא מצפה שאחרי 3 אימונים ומשחק ראשון יהיה לנו יכולת טובה, לא קבוצתית ולא אישית. מה שברור לנו היה לפני, ברור לנו גם אחרי. הקבוצה עוד תתחזק ב2-3 שחקנים משמעותיים שהם למעשה ישדרגו וישנו את פני הקבוצה. יש בראש שלך שחקנים שאתה מעוניין להביא? כן, יש, אבל אתה יודע, אנחנו לא רוצים לדבר יותר מדי, אנחנו נפעל, נביא, ובתפקידים אני יכול להגיד לך שחלוץ נוסף ושני קשרים יגיעו לקבוצה. אתה שמת את הכדורגל באום אל-פחם על הבמה, גם זה יהיה גם בליגה הלאומית? מבטיח שכן, בעזרת השם. אני מודה לך, שיהיה לך בהצלחה, תודה. תודה. שמעון הדרי في اول لقاء صريح مع الاعلام يتحدث لقناه هلا
حول الموسم الرياضي للموسم الوشيك في الدوري الممتاز، ومن شمعون هداري إلى مدرب فريق النادي الرياضي صهيب كفر قاسم، تعالوا بنا لنشاهد ما قاله إسماعيل عامر لبرنامج الشوط الثالث بعد الفوز على فريق أم الفحم في مباراة ودية. عامر مدرب فريق ثلاث لاعبين، يعني اللي مدافع طبعا على مستوى راح يجي، وطبعا راح يجي خط وسط على مستوى عالي، ومهاجم اجنبي طبعا راح يكونوا ثلاث لاعبين، ساعتها بكون الكادر عندنا متكامل. نعم، واي مرتبه كنت راضي عنها في الدوري؟ احنا بس بلوف العلوي، يعني مش اكل من هيك ان شاء الله. واحنا بنشكرك دائما، نتمنى لك التوفيق. اسماعيل عامر مدرب فريق النادي الرياضي صهيب كفر قاسم حدثنا بعد المباراه البيتيه والتي فاز بها الفريق 1-0 على فريق أبو عيل أم الفحم، واختلاص يعني رأينا الدوري الممتاز، التحضيرات جيدة، المنافسة كبيرة، كنت تحلم بأن يكون مستوى المنافسة وعدد الفرق في مجال الملاكمة كذلك؟ طبعا أكيد، يعني أنا أتمنى أن يكون الفريق الملاكمة في مدينة النصر في كل مناطق يعني العربية أنه تتقدم وتصير تصل لمراتب عالمية. طبعا هذا أساس إحنا بحاجة ندعمها منها، أو الدعم المادي والدعم الإعلامي هو الأساس الكبير. الدعم الإعلامي هو يعني زي شبكي وأول نجاح هذا الفريق. نتأمل أن يكون الأضواء عليه أكثر، وليس فقط على الملاكمة بشكل عام، لكل الرياضة. أنا طبعا بعرف أن لعبة كرة القدم هي لعبة عالمية، ولكن لازم أعطي كل رياضة حقها على ما أتخيل. يعني فريق بالذات فريق الناصري في الملاكم هو فريق عريق جدا وقديم، وله انجازاته منها محليه وعالميه، ويعني اخرج العديد من الملاكمين الدوليين ومنهم جوهر ابو لشين بطل العالم في الملاكمه القديم. وطبعا في كل هذه المسيره من العديد من الملاكمين اللي وصلوا بطولات عالميه. وفي حاب احكي نقطه اوصل طبعا رساله عن المنتخب وعن فريق النصراوي، وعن طبعا انا بشكر اول شيء رئيس ورئيس ومدرب الفريق النصراوي في الملاكمه غانم محروم وعماد المسلمي طبعا. وحابب انا احط اكثر الاضواء على ملاكم اللي هو ملاكم ناشئ وناجح جدا ومن فتره قصيره، وهو مرشح الى الاولمبياد في العام القادم، هو احمد شتاوي. لو تعرفنا عليه من طبعا هو احمد شتاوي؟ هو طبعا ملاكم حصل على عده بطولات البلاد لعده سنين يعني، وحتى في بطولات عالميه جدا. ومن فتره قصيره كان في روسيا في امتحانات الاولمبياد في بطوله اوروبا، و هو واحد من المرشحين في جيل صغير انه يكون في الالعاب الاولمبيه القادمه. نعم، وكيف يمكن يعني رايتك تحدثت كثيرا عن الاعلام وعن الماديات، اي تاثير لمثل هذا الجانب على رياضه الملاكمه بشكل عام؟ لعبه الملاكمه لعبه فرديه وهي بحاجه لدعم مادي كثير عالي، يعني بتعمل انه يكون في رجال الاعمال او مؤسسات او اي شيء مسؤول عن الرياضه لدعم هذه الفرق وهذه الملاكمين، لانه بحاجه للعديد من يعني من المصاري، انه عشان البنادم يقدر يتقدم ويوصل للنقطه اللي بده اياها. في مجال الاعلام هو نقطه كثير كبيره كمان برضه، يعني عشان يكون رياضي ناجح وبارز ويعني يطلع بشكل عام، يكون يعني الناس تقدر تعرف مين هذا الملاكم. يعني في كثير يعني ملاكمين في بالذات في مدينه الناصرة وفي الوسط العربي، لان معهم بطولات عالميه ومحليه وما يعني الوجود، يعني الاعلام ما بحط الاضواء عليهم، فقط على كره القدم. طبعا احترامي لكره القدم وهي رياضه، لكن لازم نعطي اتخيل على ما اتخيل لازم نعطي كل رياضه حقها. يعني
نخرج أعزائي المشاهدين إلى فاصل آخر ونعود لنواصل ما تبقى من برنامج الصوت الثالث. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين لنكمل ما تبقى من برنامجنا الشوط الثالث ونعود الى ضيفينا. السيد فراس الداني معلش انا بدي اسالك سؤال صعب الان تفضل. لك تسمح لي يعني ما خليت السؤال لاخر الدقائق عشان ما تزعلش مني. لا تفضل. الملاكمه عاده يعني وانا صغير ولحتى اليوم والاهل يفكرون انا بدي ودي ابني يتعلم عنف يعني الكل يعني مجتمع ينظر على هذه الملاكمة كأنها عنف وبنفس الوقت مجتمعنا يعاني من الكثير من ظواهر العنف. كيف وأنت تحدثت الآن قبل قليل عن كوادر وعن قدرات وعن تربية بشرية في الرياضة، كيف يمكن دمج هذه الأمور وتغيير هذه النظرة السلبية لهذه الرياضة التي تعتبر رياضة أولمبية أيضا؟ 100% اللعبة لعبة الملاكمة هي للمشاهد هي لعبة عنيفة وفيها دم وضرب ولكن في الواقع هي لعبة تعتمد على السرعة وعلى التقنيات العالية والأداب والأخلاق الأساس الأداب والأخلاق. احنا نعاني في مجتمعاتنا وهي نقطة كتير حابة أوضحها طبعا يعني من العنف المتفشي في مجتمعاتنا وهذا أساس من لأنه نفتكر الثقافة الرياضية، الرياضة هي أساس وزي ما بقدر أحكيها بطريقة في هذا المجال إنه الرياضة هي أساس تسحب شبابنا إلى النقطة المضبوطة ونبنيها ونعلم الثقافة والرياضة والأخلاق الحميدة. فلعبة الملاكمة هي لعبة تعتمد على العديد من الشغلات من النقاط الأساسية والإيجابية إنها تبني الثقة في النفس وتبني العديد من يعني تدعم الأطفال وشبابنا طاقات اللي هي إيجابية وليس منها سلبية. ففي العديد احنا في اطفالنا في حتى في الموضوع اللي انا تعلمته يعني في العديد من الاطفال اللي هي عندها طاقات وحركات وعندها طاقات مشحونه ومدفونه ممكن نقدر نقول. فاساس هذا الطاقات هاي لازم الاهل يكون في اكثر عليها مراقبه يطلعوا على حركات اطفالهم واليوميه وياخذوها ويرشدوهم على الطريق الصحيح. فوتين اي نوع رياضه ان كانت في الملاكمه ان كانت في مجال كره القدم مش مهم، لكن لازم نكتشف في اطفالنا وشبابنا المواهب المشحونة ولازم احنا ندينا هذه الطريق عشان نقدر نعمل منها انجازات عالمية ومحلية ونستغلها الى طريق الايجابي. نعود الى كرة القدم بالرغم من خسارتنا امام منتخب البرازيل الا اننا متفاجئون من مستقبل منتخب اسرائيل بكرة الشواطئ. هذا ما قاله لاعب منتخب اسرائيل بكرة الشواطئ بعد خسارة فريقه بالنتيجة 1-6 في المباراة الودية التي اقيمت بين الفريقين مساء يوم الجمعة الفائت ضمن سلسلة المباريات الودية التي يجريها منتخب إسرائيل بكرة الشواطئ بقيادة المدرب القسماوي مأمون عامر. تعالوا بنا أعزائي المشاهدين لنشاهد ما قاله لاعب المنتخب الإسرائيلي يتيم عامر. يتيم عامر، رأينا اليوم منتخب البرازيل أفضل من المنتخب الموجود بكوبا أمريكا، رأينا مباراة كبيرة اليوم. لا شك منتخب البرازيل هو منتخب أبطال العالم كلهم، 6 مرات ورا بعض، ونحن الفخر عن جد نلعب فريق مثل منتخب البرازيل، كل اللعيبة توب العالم، في كم اللعيبة اللي هم بيلعبوا معنا، هذا الإشي عن جد بيرفع الراس. عندنا الحمد لله رب العالمين كثير عرب بيلعبوا اللي هم بالمنتخب زي سامح وعبيد أمور، وأنا هذا الشيء كمان بيزيد إشي للوسط العربي، إن شاء الله من زايد لزايد وإن شاء الله نستمر هذا الإشي. يعني ما هي أهدافكم في المنتخب الإسرائيلي من أجل التقدم في هذا المجال؟ إن شاء الله المعنويات هي والتأمل إنه يضل المنتخب على استمرار، يعني مش لعبة واحدة بالسنة، وإن شاء الله الإشي يرجع زي المنتخب. يعني أنا من أول سنين بالمنتخب
اللي بتسمى 12 سنة بالمنتخب، وإن شاء الله الإشي يستمر ويرجعوا المنتخب، هذا إشي حلو كتير للبلد وللكل البلد. يتيم عامر لاعب المنتخب الإسرائيلي بكرة الشواطئ جدا متفائل من مستقبل المنتخب، وأخفراس أربع لاعبين من الوسط العربي بقيادة المدرب مأمون عامر في المنتخب الإسرائيلي بكرة الشواطئ، وهذا إنجاز للوسط العربي أيضا. أكيد هذا إنجاز كتير، نتمنى طبعا النجاح يعني ولعبت يعني في هذه الرياضة العريقة، ونتمنى النجاح للجميع. أكيد يعني هذا يعني كرة الشواطئ ليست رياضة منتشرة وشعبية في وسطنا العربي، كيف يمكن لمثل هذه الفعاليات ومشاركة اللاعبين وفريق فولفولا أن يساهم في تطوير كرة القدم الشواطئ في وسطنا العربي؟ طبعا أكيد يعني أساس، زي ما نرجع نحكي على النقطة الأساسية، مثل هذه الرياضة اللي هي تنعد شوي ما يعني مش معطينا المكان اللي لازم تكون فيه. طبعا الإعلام هو الأساس، وطبعا الدعم لهذا الفريق، نتعامل لكم الأضواء على كل جميع الرياضة ونتمنى النجاح أكيد طبعا. اللاعب محمد أبو خالك نعود إليك بلا شك يعني، وأيضا الحديث عندما تحدث يتيم عامر أربع لاعبين في المنتخب، أيضا المدرب بالوسط العربي، أيضا رأينا الكثير من اللاعبين يتميزون في دوري الدرجة العليا، مثل انتقال مثلا محمد غدير إلى بني يهوذا تل أبيب، وقيس غانم ووسام رباح، الكثير من اللاعبين في دوري الدرجة العليا، دوري الأضواء والدوري الممتاز، كيف كنت تقيم دور اللاعب العربي في كرة القدم في مختلف الدوريات؟ اللعب العربي يعني في كرة الشواطئ انت بتحكي ولا بشكل عام لكرة القدم في الوسط العربي في مختلف الدوريات؟ في مختلف الدوريات. اسمع، تطور للاعب العربي عندنا مستويات كتير عالية في اللاعبين العرب، يعني انا بشوف كتير في لاعبين عرب حتى يعني مظلومين كمان، في كتير عندنا مستويات عالية في يعني ممكن انه الاعلام شوي ينتبه الهن يطلع عليهن اللي يدعمهن، يكون في شوية دعم لهي اللاعبين يعني، وانا بتمنى يعني لكل لاعب عربي انه يصل للقمة، انا بتأمل يعني. اخي فراس نعود اليك الى الملاكمة، ونحن تحدثنا الان على كرة القدم، لقد تحدثت عن بان الشهادة التي حصلت عليها ايضا هي في مجال علم الحركة والكثير من الحركات للاعبين كرة القدم خلال المباريات، هل يمكن لاي لاعب ان يعني يتعرض لاذى او لاصابة بسبب حركة غير بمكانها او حركة مجاوز فيها؟ طبعا يعني بكل رياضة في أساس، وعالم الحركة هو عالم كتير كبير، فطبعا يعني اللياقة البدنية هي أساس في إن كان في مجال كرة القدم أو كان الملاكم. الملاكم هي أكثر لعبة أدق ممكن في عالم الحركة، لأنها تعتمد على قوة الإجرين وقوة الإيدين في نفس الوقت، ولكن الأساس في لعبة الملاكم هي قوة الإجرين والتحمل، لأنه الحركة تبدأ من 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 الإجرين لجسم لفوق. الإيدين طبعا إحنا يعني في الملاكمة طبعا في تمارين اللي هي تمارين قاسية جدا، ولكن الحركة هي الأساس، وسرعة طبعا وسرعة الهواء وقوتها طبعا. الملاكم والرياضي فراس زيداني، شكرا لحضورك. نحن فخورين بهذا الإنجاز وتقدمك الأكاديمي والرياضي، نتمنى لك كل خير، ويشرفنا دائما أن تحضر إلينا إلى الاستوديو ونجري الحديث معك، كان جدا شيق وممتع، شكرا لك. شكرا لك. شكرا. اللاعب محمد عبد الخالق، أيضا نتمنى لك أن تعود مباشرة وبأسرع وقت إلى الملاعب، شكرا لك. شكرا لك. إذن أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج الرياضي الشوط الثالث، حتى أن نلقاكم مرة أخرى، هذا هو إبراهيم أبو عطا يحييكم على أمل اللقاء بكم، أقول لكم إلى اللقاء.